عندنا حلقة متميزة طبعاً. حلقتنا اليوم محمر صافي ومطفي صافي. راح أخذكم معاي لتعرف على مكونات الطبخة. عندنا الطماط وعندنا البصل، معجون الطماط، ثوم عندنا لومي أسود، وسبار هندي، والعيش موجود، وعندنا الشكر موجود، وهني عندنا الصافي. راح نحط بداية، راح نشعل النار. راح ننتظر شوي بس يحمي الجدر ونحط الشكر. راح نحط الشكر بداية. هاي حطينا الشكر، نخليه يتحمر، وطول ما يتحمر طبعا راح ننظف الصافي يامكم. بداية انتم ما تشوفوا صافي، نظفنا بعضه، لكن بعضه مو بنظف، حبيت بس ارويكم شلون ننظف الصافي. طبعاً احنا استخدمنا كيلوين عيش، راح نستخدم كيلو سكر، ممكن تضيف عليه شوي على حسب اللي انتم تبونه، راح تضيفون زيادة او تقصرون عليه. نحاول انه ما يحترق السكر، لو احترق راح يصير مر المحمر، فلازم تحطون بالكم، وهي معلومة لازم تركزون عليها. بعد اقول لكم قصة، وهي قصة وايد حلوة، ان هاي الطبخة طبخة بحاحية. وكان في الأول وفي القديم لما كانوا يروحون الغوص بهادنا وأجدادنا، طبعاً على أساس إنه خذ يكافئ جماعة البحاحير الموجودة على البانوش وقت اللي يكون عندهم الخير زايد، فكان يكافئهم ويسوي لهم محمر. طبعاً ما تتصورون شعورهم بحاحير وهم يتقبلون هاي الطبخة وهاي الوجبة على البانوش. طبعا الخير عندهم وايد، والسمك موجود وايد، هم هم يطلعون المحار هم يصيرون سمك يعني. ما عندهم لا دياي لا لحم على ظهر البانوش. واحنا بعد يوم احنا صغار يعني، المحمر عندنا لما يطبخونه نستمتع فيه استمتاع غريب. طبعا الحين بنضيف القلنا، بنضيف الدارسين، وبنضيف المسمار والهيل مع بعض ويا الفوحه. راح ناخذ الوقت وراح نسوي المطفي. بعد المطفي راح نحط زيت، بس ننتظر شوي لين يسخن وينشف الماء اللي جوا اللي داخله. هاي حطينا الزيت، راح نحط بعده البصل. كده نحمس فيه، كنا حطينا معجون طماط، راح نحط معجون طماط. بعد ما خلطنا المكونات كلها راح نحط البهارات اللي قلت لكم عنها في البداية. هي عبارة عن بزار بحريني مخلوط، قفشتين، كركم قفشة واحدة، جلجلان قفشتين، وسنوت قفشة واحدة، بعد ليمون أسود قفشة. لا ننسي الملح، رش عليه ملح شوي، شوية ملح،
ونبتدي نحرك فيه. راح نخلي ترسى نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية، انتظرونا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وراح نتأكد من المطفي. طبعا قلنا ان العيش شوي بيله وقت، وهاي المطفي ما شاء الله صار جاهز. نخليه على جنب، نشتغل على الصافي نقلي. طبعا احنا رويناكم طريقه تنظيف الصافي، وهي غسلنا بعد ما غسلناه راح نضيف وياهم. نضيف عليه بعد شويه بهارات، بزار قلنا بحريني مخلوط، بس بزار. نضيف الملح شوي عليه، نبتدي نحركه ويا بعض. يلا نبتدي القل نقلي، ما نترس الطابه كلش دهن، بس هاي الطريقه في مساء. تأكد شوي من ان الزيت بدا يحمي، مو حار وايد يعني توصل. ابى اضيف لكم معلومه ان المحمر مو بس بالسكر او الشكر يصير، لا بالدبس. ممكن طريقته بالدبس يستوي، وممكن بالشكر. طبعا اليوم سويناه بالشكر. خلينا نقلي السمك مالنا. بسم الله. طريقة قالي صافي. قصر على النار شوي بس يعني خفيفة. هاي صافي طبعا ما قلت لكم ان حق المطفي في ناس تحب تحط السمك داخل المطفي، وفي ناس ما تحب تحط فيه السمك داخل، بس الافضل انك تخلي السمك داخل المطفيه. انتظر يستوي ثلاث سمكات ونحطهم داخل.
قلنا فيه طول طول محمر دائما الزين يطول. الفكرة جهز تقريبا جاهز. هذا خلص قال لي الأولى ما تصافي حطها داخل مطبخ. على طول ننزل داخل المطبخ. بسم الله. صافي. نغطي المعطي. قلنا جاهز. راح نشخله. نرجع لكم شوي ونرجع لكم. بعد ما جهز المحمر راح نشخله بهاي الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح نرسيه بهاي الطريقة. وبهاي الطريقة يكون طبختنا تكون جاهزة. صافينا تبي له قلبه. بسم الله. راح نلاقيكم ان شاء الله عند النشاط. خلكم معانا. هاي نشابنا تدينا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله. هذا محمد هميك. يا الله. حمارنا نحق المطفي. بسم الله. ما تكمل سفرتنا الا بالصافي. باقي شيء واحد. دهن الخالدي العدوي. ترى ما يضر يا جماعه. وبكذي تكون طبختنا جاهزه. اتمنى انها نالت على اعجابكم ونشوفكم في الحلقه الجايه. مع السلامه.